أشاد سعادة السيد علي بن محمد رميحي وزير الإعلام باحتضان حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط لسباق الفورمولا 1 للعام 18، وسط توافر منظومة متقدمة من الخدمات التنظيمية واللوجستية والأمنية والإعلامية. وأعرب الرميحي لدى زيارته لحلبة البحرين الدولية ومتابعته للتغطية الإعلامية عن اعتزازه بتعاون الوزارة مع حلبة البحرين الدولية والأجهزة الحكومية المختصة في توفير الخدمات والتسهيلات الإعلامية والفنية والتقنية لمراسلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بما يبرز هذا الحدث الرياضي العالمي وينقل الأجواء الاحتفالية المصاحبة له. ما في شك بأن هذه الأيام هي أيام وطنية، صحيح، يتشارك فيها البحرينيين، صحيح، مع أخوانهم القائمين على هذه الحلبة الجميلة، نعم، بفعالياتها. أكيد مثل ما تشوفون هناك الكثير من الفعاليات المصاحبة اللي، نعم، حقيقة استطاعت أن تستقطب أكبر عدد، نعم، من الجمهور. العدد اللي نشاهد اليوم عدد جدا كبير ومميز بالنسبة حتى حق السنوات اللي سبقت. صحيح. البحرين ولله الحمد الآن احنا 18 عام من استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، نعم، اللي يتابعه ملايين المشاهدين، نعم، على مختلف القنوات في جميع القارات، يتابعون فعالية عالمية تقام بأيدي بحرينية. صحيح. أكيد. أنا فخور جدا الحقيقة، وأنا أشوف الشباب البحريني اليوم وهو ينافس نفسه. نعم. صحيح. بدأوا تنظيم هذه الفعاليات، نعم، كشباب متطوع مؤمن بقدراته على تقديم البحرين بشكل مميز. نعم. اليوم أصبحوا مجموعة من الخبراء اللي يستعان فيهم، أكيد، لتنظيم الكثير من الفعاليات في، نعم، العالم. صحيح. فاليوم الشباب البحريني موجود في كل قارات العالم يقدم، نعم، خبراته في تنظيم فعالية ليست بالفعالية العادية، فعالية، نعم، كبيرة عالمية مشاهدة على مستوى، صحيح، جدا كبير، بالفعل، من عدد مشاهدين. فإن كان هناك شكر فالشكر لكل الشباب البحريني بما فيه أنتم اللي قاعدين تنقلون الصورة والصوت.